في جولة في عالم السوشيال ميديا. هنبتديها بشريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي واللي كتب على تويتر بعد إعلان غيابه شهر ونص بسبب الإصابة: شكرا لكل واحد كتب كلمة طيبة أو دعا لي بظهر الغيب، ومتأكد أني بفضل الله ثم دعواتكم ومساندتكم سأعود أقوى إن شاء الله. عالميا بقى، نشر أندري هيريرا لاعب مانشستر يونايتد صورة على تويتر بعد فوزه بجائزة لاعب الشهر، كتب: شكرا لكم جميعا على أصواتكم وحبكم. كمان نشر حساب لاتشر فوتبول على تويتر صورة للبطولات اللي حققها نجم مانشستر يونايتد السابق راين جيجز مع الفريق، وكتب: زي النهارده سنة 1991 كان الظهور الأول لراين جيجز مع مانشستر يونايتد، بعد كده فاز بكل البطولات دي. نشر كمان ديفيد لويز لاعب تشيلسي صورة على انستغرام وكتب: الله هو مصدر فرحتنا. كمان ديريالي لاعب توتنهام الانجليزي نشر صوره على انستغرام وكتب: كان من المدهش مقابله هاري البالغ من العمر 10 سنوات هذا الاسبوع، انه مصدر الهام. تم تشخيص مرض هاري بنوع نادر من السرطان يدعى الورم الارومي العصبي في عام 2014 وقاتل لاكثر من عامين حتى تعافى، ولكن في نوفمبر 2018 انتكس للاسف. سيتعين عليها الان الخضوع لمزيد من العلاج من اجل مواصله القتال. نشر كمان سيرخيو راموس كابتن ريال مدريد الاسباني صوره على تويتر من التدريبات قبل الكلاسيكو، وكتب: كلاسيكو اخر، فرصه اخرى، نعرف المطلوب منا واننا لدينا افضل المشجعين في العالم لنبقى معا كلنا. كمان ارثر ميلو لاعب برشلونه نشر صوره على تويتر من تدريبات الفريق استعدادا للكلاسيكو، وكتب: جاهزين لتحدي اخر. احتفل كمان الحساب الرسمي لنادي باريس سان جيرمان على تويتر بعيد ميلاد الحارس البديل للفريق سباستيان سيبوا، ونشر صوره ليه وكتب: عيد ميلاد سعيد لحارسنا سباستيان الذي يبلغ من العمر 21 عام. داني ألفيتش كمان لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي نشر صوره على الانستغرام من التدريبات وكتب: النجاح هو ان تبذل 100% من مجهودك كل يوم. أندري إنييستا لاعب فازل كاب الياباني نشر صورة على انستغرام بعد مباراة ساجان توسو في الدوري واللي انتهت بفوز فريق إنييستا 1-0، كتب: الفوز الأول، أحسنتم لننطلق. مشاهدينا معادنا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نستقبل ضيفنا النهاردة الناقد الرياضي أستاذ خالد عامر.